سوريا إلى تركيا، أتوا معهم أقوى سلاح وهو صوتهم وكلمتهم وقلمهم من أجل الحق والحرية. تحدى الصحفيون السوريون كل الصعاب والمشاق لإظهار الحقيقة، وهنا جاء دور ميثاق شرف الإعلاميين السوريين لتطوير أدوات الصحفيين وخبراتهم من خلال الورشات التدريبية التي أقامها وحمل آخرها عنوان حرية المعلومات في الأنظمة الديمقراطية. طبعاً نحن اخترنا هاي عنوان هذا النشاط أو بالأحرى هذا النشاط من ضمن سلسلة من الأنشطة التي نفذناها سابقاً حول حق الحصول على المعلومات وتوفر المعلومات وعلاقتها بالممارسات الديمقراطية. سبب الاختيار، نحن نعلم أن الإعلام السوري قبل 2011 تغير، كان سابقاً إعلام منغلق يمنع إتاحة المعلومات للصحفيين وللجمهور. معظم المعلومات كنا ناخذها من وسائل ومؤسسات إعلامية خارج البلد. أن حق الوصول للمعلومات وحق نشر المعلومات وتداول المعلومات والبحث عن المعلومات، كل هذه المفاهيم هي بشكل أو بآخر فعلا تكون أكثر تطبيقا في الأنظمة الديمقراطية. أما في الأنظمة الدكتاتورية والشمولية فنلاحظ أن هناك يعني شبه انعدام وغير وجود أصلا لهذا الحق لدى الفرد ولدى الصحفيين. استمرت الدورة التدريبية لمدة يومين وعلى مدار 7 ساعات، تناولت فيه قوانين الدول في التعامل مع حرية المعلومات، فيما تضمن اليوم الثاني شرح كامل ومفصل عن صحافة البيانات والصحافة الاستقصائية. تخللتها أنشطة وتدريبات عملية لنماذج وأمثلة واقعية لترسيخ هذه المعلومات. أيضا كمان رح نركز على جانب جدا جدا مهم للغاية، وهو شو واقع أو الضوابط المهنية والأخلاقية اللي لازم يلتزم فيها الصحفي خلال عمله بأثناء تطبيقه لحق الوصول للمعلومات، وعكس هذا الحق من خلال ممارسته للمهنة الصحافة. يعني يتبلور مفهوم حرية المعلومات، مفهوم حق الحصول للمعلومات لدى الصحفيين المشاركين في هذا التدريب، وأن يكون لهم كتابات لاحقا فيما بعد لدى مؤسساتهم حول الآليات السليمة والقانونية للوصول للمعلومات في أي بلد يعملون به وفي أي مؤسسة إعلامية وفق القوانين المتعامل فيها في هذا البلد ووفق للسياسة التحريرية للمؤسسة الإعلامية. حضر هذه الورشة عدد من الصحفيين والمحامين والحقوقيين وسط تفاعل كبير وتبادل الآراء بينهم أثناء طرح القصص، فيما تم التطرق لبعض المشاكل التي يعاني منها الصحفيون أثناء جمع المعلومات وكتابة المواد الصحفية. طبعاً نحن نستهدف في هذا التدريب بشكل أساسي الإعلاميين والصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الأعضاء في ميثاق شرف الإعلاميين السوريين، وأيضا نستهدف الصحفيين العاملين في قطاع الإعلام السوري بشكل عام. ما شاء الله عنا المشاركين بالورشة يعني مقامات كبيرة وعندهم خبرات كثير كبيرة سواء بالعمل الصحفي أو العمل مع المنظمات الحقوقية وحتى القانونية والإنسانية، فكان في خبرات متبادلة، يعني لم يكن الإعطاء من جانب واحد وإنما كان في رفد من كل المشاركين بآرائهم وتجاربهم لحتى قدروا بشكل أو بآخر يحكوا بشكل كثير كبير عن حق الوصول للمعلومات وكيف فينا نعزز هذا الحق بالمجتمعات. الفائدة والمفاهيم اللي استفادت منا بالأحرى أنه صار عنا خبرة واطلاع واسع على المعلومات وبالذات على دور الإعلام في تعزيز حرية الديمقراطية في المجتمع. هلأ فيما يتعلق بالورشة، أنا باعتقادي هي من الورشات المهمة اللي بيقيمها ميثاق الشرف الإعلامي، بوصفها بتقدم معلومات يعني مهمة على المستويين الصحفي والإعلامي بشكل عام وعلى المستوى القانوني أيضا، بما يخدم أو يطور أداء الإعلاميين بشكل عام. فيما يتعلق بقوانين لحماية الصحفيين، الحقيقة بكل أسف يعني ما نزال نحن بعيدين كتير عن هذا الشيء المأمول أنه يحصل. ما في لحد الآن حماية حقيقية للصحفيين ولا لمصادر معلوماتهم أو لحقهم في الحفاظ على مصادر معلوماتهم، وبالتالي نحن بحاجة لإعادة النظر في الوضع القانوني لهذه القضايا. يعني
أما على مستوى الورشة بشكل عام أنا بشوفها إضافة حقيقية للإعلاميين وبتساهم بتطوير قدراتهم وإمكاناتهم وبتطور حتى رؤيتهم القانونية لحق الحصول على المعلومات وتداولها. ليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها ميثاق شرف الإعلاميين السوريين بعقد التدريبات والمنتديات التي تهدف لتطوير وبناء قدرات الصحفيين، بل كان هناك اجتماعات دائمة على مستوى مدراء المؤسسات الإعلامية من أجل تحسين القطاع الإعلامي وتوظيفه في الدفاع عن حقوق اللاجئين السوريين وصون كرامتهم وحريتهم. نسائم سوريا.